في موضوع اخير ده اعلق عليه قبل ما نقدم اخونا الشيخ ابو بكر، وده مهم نعلق عليه. منظمه نداء الاحسان الخيريه بالسودان دي بتاعت خليل حميد خليل، اخو مسلم منهجه منهج الاخوان المسلمين، مبتدع ضال، شغال مع جمعيه احياء التراث الكويتيه الاخوانيه السروريه البدعيه. خليل حميد خليل السوداني ده شغال معاهم، قال إدارة التعليم والدعوة. أها عندكم شنو طيب؟ قال دورة الخلفاء الراشدين العلمية التأصيلية الأولى كده كده، تم فترة كده. أستاذ دكتور إبراهيم بن عامر الروحيلي مبتدع. مبتدع ده، بدعوا العلماء ما نحن، ده زول ضال منحرف. وجابوه هنا ناس الصافي يا جماعة الحلبي قبل فترة، عمل لهم محاضرة في مسجد البخاري بتاع اللاماب بتاع صفوجية. وقال بالحرف الكلام مسجل الآن عندي موجود بصوته، قال بجوز التعاون مع أهل البدع إلا إذا المبتدع دعاك لشيء حرام زي زنا ولا شرب خمر، لكن غير كده بجوز التعاون معه. وربنا سبحانه وتعالى حرم التعاون مع أهل البدع. روح إبراهيم روحيلي ولا ما إبراهيم روحيلي؟ ربنا سبحانه وتعالى قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. السلف الصالح فسروا الآية دي بعدم الجلوس مع أهل البدع. في صحيح البخاري من رواية عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية إلى أن وصل، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه الآية. قالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. النبي عليه الصلاة والسلام حذرك من التعاون أو الجلوس أو الكلام مع أهل البدع. يجي إبراهيم ابن عامر الروحيلي يجي يجوز ما حرمه الله في كتابه وما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، ده كلام باطل. والعلماء بدعوا لي أسباب كثيرة زي ما قال العلامة الإمام عبيد الجابري حفظه الله، قال إبراهيم الروحيلي ده قال ده بزكي سيد قطب ذاته وبيثني على سيد قطب. وشيخ محمد بن هادي المدخلي برضه بدعوا جرحه، قال الرجل ده بيقول يجوز تأخذ العلم ممن يثني على الجهم ابن صفوان. فالرجل ده رجل مبتدع ضال، فليبلغ الشاهد الغائب. انا قلت اقول لك استاذ دكتور والبروفيسور ومدرس شنو بالحرم المدني الى اخره، مبتدع. رضيت ولا نططه؟ مبتدع واحد. اثنين، دكتور فيصل قال بن حمود الحيدري المدرس بجامعه تبوك شرح نخبه الفكر في المصطلح، مبتدع رقم اثنين. ده منو ده؟ فيصل بن حمود الحيدري ده ناس خليل ديل ذاتهم جابوه قبل كم سنة؟ تقريبا ثلاثة سنة هنا ذاته في الخرطوم، ودوه مسجد محمد الأمين إسماعيل أكثر من ثلاثة سنة. والوقت داك نحن مع أنصار السنة كنا حزبيين، الله يتوب علينا. فمشينا وكنا كتبنا الكتاب بتاعنا في الرد على عبد الحي يوسف، قلنا نمشي نوزعه هناك. عبد الرحمن حامد قاعد وخليل ده وفيصل بن حمود الحيدري كانوا كاتبين في الإعلان من كبار تلاميذ العلامة الشنقيطي، مفهميننا إنه ده تلميذ الشنقيطي بتاع أضواء البيان العالم العلامة رحمه الله. طلع الشنقيطي ماذاك؟ طلع الشنقيطي واحد صوفي، ده من تلاميذه. وشو الناس المجرمين كيف؟ مشينا وقايلين له من تلاميذ الشنقيطي العالم الكبير صاحب كتاب أضواء البيان. مشينا وبدأنا نوزع في كتاب عبد الحي. أول نسخة استلم فيصل بن حمود الحيدري ده ذاته جايبين له، عشان ما تنسى التاريخ ده ما لابد يتجدد كل مره. فاستلم كتاب هو قايله ألفه عبد الحي، مسك الكتاب قال ما شاء الله دكتور عبد الحي يوسف. قلنا له لا، درد عليه وطبعا الرجل مبتدع ضال. جاك والله صرخ صرخه، الجامع كله تلمى صوته تقول عنده زنباره، صرخ مسجد الفتح ده كله اتجمعوا الباب الجنوبي، في شنو؟ زول ضربوه طلقه، في شنو الحاصل شنو؟ التفوا حول عمك ده ذاته.
قال تكفرونه؟ اخواننا قال لي ما كفرناه كده، افتح الكتاب. طبعا زول دكتور كذاب، فتح الكتاب لقى ما كفرناه. تارك ورق تاك. انا استغربت، زول ده زي زول بيرغوا اليوم، شفتها زي زول ممسوس كورك تاني. عبد الحي وانا اعرفه. عرفنا الرجل شنو يا جماعه؟ ضال. ضربت لي خليل الوقت ذاك نحن ما معاهم، ضربت لي خليل ده ذاته صاحب البدع دي كلها والضلالات دي كلها، مندوب جمعيه حياه تراث البدعيه. ضربت لي تليفون الساعه 1 صباحا، يا ابو الخل اديني زولك ده. قال لي دقيقة، ده إجراءات وطالع على الطيارة سمنا دي قداني له، ده ذاته حمود الحيدري ده ذاته فيصل له. قلت له يا شيخ الرجل ده مبتدع، والكتاب ده بالأدلة أنا بجمع فيه أكثر من سنة، وريني الغلط وين؟ قال لي شوف أنا دارك، اسمع الكلام ده كويس عشان ما يخش الدكتور فلان والمدرس بجامعة فلان، والله ده الأجهل من الموتر ده. اسمع كلامي ده كويس، اسمع الكلام الجاي ده. قلت له يا دكتور الزول ده مبتدع، ورد على المبتدع وقال الامام مالك وقال الامام فلان، اتاري الرجل ده دلوك ساكت؟ قال لي انا دايرك تديني دليل واحد، والله ربنا يسالني من الكلام ده، دليل واحد من السيره النبويه انه الرسول صلى الله عليه وسلم رد له على زول ولو كان الزول ده من المنافقين ذاته. يعني الرسول ماله يا جماعه؟ ما رد على اي مخلوق ضال، ده كلامه كده. طوالي قفلت الخط، عرفت انه انا بنفخ في قربه ما فيش مره واحده. دول مرضان، دول مجرم، ده جايبينه هسه بعد ايام ده. ده اثنين. ثلاثه قال دكتور عبد الرحمن حامد ال نابت المدرس بكليه الجبر العلميه. مبتدع هذيل ناس كليه جبره ومن ضمنهم عبد الرحمن حامد، تكلمنا عنه كثير، زول بيثني على حسن البنا، زول شغال مع حياه تراث، زول شغال مع حزب النور السلفي الاخوان اللي بيقولوا سلفي بالكذب بتاع مصر بتاع غيره بتاع غيره، ده موضوع منتهي انتهى بدري. شرحي قال كتاب الصلاه ابن عاشر، وصل الكتاب ده المتخصصين فيه والجماعه ديل. خليل ده له 12 سنه كل ما يجي شرح كتاب الصيام من ابن عاشر، والجماعه ده اللي ما قال شيخ ابو بكر وزعوا لنا كتب بتاعت فقه بتاع صوفيه زي الكتاب ده وغيره، في النهايه طلعت وثائق خدتناها بقت وثائق ضد الصوفيه. دي الناس مجرمين وناس جهله وناس مبتدعه. نمره اربعه قال دكتور حامد خليل خريج الجامعه الاسلاميه بالمدينه المنوره، يعني شنو يعني؟ دارتك شوربه يعني؟ يعني اي زول قاعد في المدينه كويس ده مبتدع برضه، وده اللي قاعد يجيب المجرمين ده كلهم هنا. خلاص؟ قال الطهاره وشرح كتاب الصيام والزكاه والحج من متن ابن عاشر برضه. فانا الدوره دي اوعى تحضرها اطلاقا، والاعلانات بتاعتها انتشرت ما تحضرها، لانه نازل والذي خلق السماء والارض، والله وبالله وتالله جماعه دي المبتدعه وضلال، ودايرين يضيعوا المنهج السلفي ده ويبيعوا لحياه تراث لغيره. اوعك وحذر اي زول شاب اتخدع في دين، لانه في ناس تمين ما يقروا ابراهيم الروحيلي يقوم جاري، ده ما الروحيلي الاصلي، ذاك اسمه سليمان الروحيلي، ذاك السلفي. اما ابراهيم ابن عامر الروحيلي المبتدع ضال، ونحن ما عندنا مشكله مع قبيله الروحيليه ولا غيرها كقبيله، نحن مشكلتنا مع المبتدع ده ابراهيم ابن عامر شنو يا جماعه؟ الروحيلي. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.